لاباس عليكم، نتمنى كاع تكونوا مزيانين خوتي وخواتاتي. هذا النهار رجعت لكم بواحد الفيديو جديد، غادي نديروا فيه الشوربه. الشوربه هذه حنا الجهه الشرقيه كنقولوا لها سانتار. غادي نحتاجوا اللحم، انا هنا عندي اللحم تاع البقري، كل واحد داكشي اللي كيكون عنده اللحم تاع الغنمي ولا البقري. نحتاجوا الخرقوم، الملح، سكينجبير، الفلفله، واحد المغرفه تاع السمن، هادو الكرويه والكبابه، كاع غادي نحتاجو بهم شويه شويه. غادي نمشي دروك نطحن البصله وندير القزبر وهنايا مطيشه والزيت. غادي نطحنو دروك البصله، غادي نديرو الزيت، غادي نديرو السمن، غادي نديرو الملح باش تنزل البصله ونخليوها تقلى. ودروك غادي نمشيو نطحنو القزبر والمعدنوس، نديرو اللحم، غادي نديرلو دروك الزعفران باش يعطينا داك اللون زين الشوربه. انا غادي نقلي غير هنايا في هاد الطنجره الصغيره، ومن بعد نردها في الطنجره الكبيره هكا، نخليها تقلى مع هاد اللحم وديك البصله. غادي ندير لها العطريه هنايا، ومن بعد غادي نردها في الطنجره الكبير. زيد شويه بالخرقوم، كرويه، كيتخلطو لي السماوات نتاعهم بالكرويه والكبابه. صافي غادي نخلط هاد الشيء، من بعد نردها في الطنجره الكبيره وندير القزبر ونردها طيب. انا قشعت البوطه، جبت الطنجر الصغير باش نحط فيه الرواح نتاع الشوربه هكا. درنا هنا الروال تاع الشوربه، ردينا في الطنجر الصغير هكا. غادي نرد الماء السخون ونزيد، نزيد فيها. غادي ندير دروك كسميسو، ندير القزبر والمعدنوس هكا، نخلطو ونشوفو واش اللون هو هذاك هكا مزيان. نديرو الماء، و الا كانت خاصها العطريه ولا يعني بنادم يدير دوك. وهو غادي ندير مطيشه، غادي نخليوها دروك تطبخ باش نشوفو واش خاصها شي حاجه. صافي نخليها هكا ونخليوها. غادي نقصو الرون تاع الشوربه هنايا باش نردو الشوربه تحمر، باش الا شربت لنا الروا يكون عندنا هنايا الروا نزيدو فيها هكا. نخليو هاد الروا على جنب وهذا الروا نخليوه يحمى. هيا البنات الشوربه، غادي نزيد لها شويه الروا، داك الروا اللي خليت قبيله هكا. هيا شوفوا كيفاش جات،
تعرفي هز هادي. بسم الله. نديرها في الكاسرولة عاد نخوي في الطبسي. فوالا بسم الله هاكا. نهزو شوية الماء هاهي البنات الشوربة. ها هي البنات الشوربة هيا وجدات. نتمنى من الله تعجبكم وتعجب الجميع. ما تنساوش تخليوا لي لايك كومونتير وتابوناو معايا في القناة ديالي. يلا بسلامة حتى الوصفة اخرى.